بسم الله، الحصة دي أنا عايز أربط الدنيا ببعضها بحيث إن دماغك تبقى متسيستمة إن الدنيا كلها مربوطة ببعضها، أناتومي وهيستوفيزي. كمان فايدة الحصة دي إن في بعض السطور الرخمة في الكتاب عايزين نفصلها أوضح بشكل أوضح، فاحنا بالتربيط اللي احنا هنعمله ده الدنيا هتوضح أكتر وأكتر. أولا احنا خدنا ان الاذن او الودان بتتكون من اكسترنال وميدل وانر، وده احنا خلاص حفظناه وهلكناه. اولا الاكسترنال اير كان فيها الاوريكل اللي هي فيها الهيليكس والاسكافويد فصة والانتي هيليكس، دول اللي كانوا موجودين في الكتاب. بعد كده يا دكتور عايزين نخش نشوف الاكسترنال اير او الاكسترنال اوديتوري ميتس. الاكسترنال اوديتوري ميتس دي فتحة او قناة، فتحة فين؟ فتحة بره في الشارع وفتحة جوه على التمبانيك ميمبرين، يعني بدايتها من الشارع للتمبانيك ميمبرين. ادي الشارع، ادي اللي بيجي منه الموجات الصوتية، ادي التمبانيك ميمبرين. يعني الاكسترنال اوديتوري ميتس دي الفانكشن بتاعتها انها بتوصل لي الصوت من بره لجوه. اقول لك اه، هي قناة بتوصل الصوت من بره لجوه. لما الصوت يخش مع الهواء يفضلوا داخلين 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 يخبطوا في التمبانيك ميمبرين ده. لو انت جبت ورقة وحطيتها قدام بقك وقعدت تتكلم هتطلع هواء وتطلع صوت. الهواء والصوت هيحركوا الورق، فانت بالتالي عندك قناة ضيقة جدا وداخل فيها الهواء والصوت، اكيد هيحركوا التمبانيك ميمبرين اللي هو اصلا طبلة او ورقة. لما التمبانيك ميمبرين يتحرك ايه الفايدة او ايه المفيد اللي هيحصل؟ ان هو لما يتحرك هيحرك اللي وراه. لو انت جبت برضو ورقة وحطيت وراها ورقة تاني، الورقة الاولانية هتتحرك فهتحرك اللي وراها اللي هي الورقة التانية. لو في شوية هوا معديين هيخبط في الستارة هيحرك الستارة. لو في مخدة تحت الستارة أو ورا الستارة بالظبط، ممكن من شدة الهوا المخدة تقع. يعني المخدة هتتحرك من حركة الستارة. اه، التمبانيك ميمبرين ده لما يتحرك هيحرك العظمة اللي وراه. لما العظمة اللي وراه تتحرك، لو المخدة اتحركت وانت حاطط مخدة تانية قدامها، المخدة التانية هتتحرك، يبقى العظمة التانية هتتحرك. طب لو في مخدة تالتة هتتحرك. بس انا عايز اقولك على حاجة، لازم تكون حاطط التلات مخدات بترتيب معين بحيث ان الاولى تبقى الكبيرة والتانية اصغر والتالتة اصغر عشان كله يحرك بعضه. عامل بالظبط لما تجيب ورقة الدومنة، الدومنة لما تحطه فوق بعضه بترتيب منطقي تحرك الأولانية تلاقي كله بيفر وراه كله بيقع وراه. يعني الحركة بتوصل من أول واحدة لآخر واحدة. دلوقتي لما التمبانيك ميمبرين ده يتحرك، أدي الميلياس هتتحرك. لما الميلياس تتحرك هتحرك الإنكس، بعد كده تحرك الاستيبس. يعني سبحان الله، هما التلاتة في ترتيب منطقي، الميليس الكبيرة والإنكس الصغيرة. يعني الميليس لما تتحرك الإنكس هتتحرك. ده غير إن الميليس لو خدت بالك عاملة ليها دراع لازق على التمبانيك ميمبرين، لازق في التمبانيك ميمبرين، يعني بيتحرك معاه. لما التمبانيك ميمبرين ده يتحرك بيحرك الدراع، لما الدراع ده يتحرك يحرك الجزء اللي فوق، والجزء اللي فوق لازق في الانكس فيحرك الانكس فيحرك الاستيبس، فالدنيا تمشي ورا بعضها والحركة تمشي ورا بعضها. طب انا هستفيد من حركة العظم ده ايه؟ استفادتي من حركة العظم ان هو بيكبر الصوت، هو بينقل الصوت. طب بينقله فين؟ اولا لما يتنقل للاستيبس، الاستيبس دي ليها فوت بليت. ركز بالله عليك، ادي الفوت بليت اهو، لو خدت بالك ده لازق في الفيستيبيول. ادي الكوكليا وادي الفيستيبيول وادي السيمي سيركيولار كانال.
ادي الفيستيبيول. طب لازق في الفيستيبيول فين؟ هقول لك في حاجة اسمها الاوفال ويندو، شرحناه مع الميدل اير. قلنا ان الاوفال ويندو ده صغير خالص، صغنون خالص، مقفول بممبرين، مقفول بغطا، بممبرين، بورقة. يعني انت يا دكتور مجرد الصوت او الهواء حرك لي الورقة اللي هي التمبانيك ممبرين، فما بالك بقى ورقة او ممبرين بيتضرب عليه بعظمة، عظمة بتضرب عليه من بره، بتحركه من بره. يعني الهواء هيحرك التمبانيك ممبرين، هيحرك الميليوس، هيحرك الانكس، هيحرك الاستيبس، هيقوم جاي محرك ايه؟ الممبرين اللي على الاوفال ويندو. شفت يا سيدي؟ ادي الصوت دخل، تاني تاني الصوت دخل، ادي الصوت داخل داخل مع الماوس اهو. حرك التمبانيك ممبرين، فحرك الميليوس، فحرك الانكس، فحرك الاستيبس، فحرك الممبرين اللي على الاوفال ويندو. تاني حاجة، لو انت جبت لي ورقة وحطيتها لي على كوباية مية وحركت الورقة، خبطت على الورقة بصبعك، هتلاقي المية اللي تحت الورقة بتتحرك. لو حركت الممبرين اللي قافل الأوفال ويندو، هتلاقي المية اللي هي اسمها البريلينف اللي وراها بتتحرك. شوف 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 العظمة، لما تحرك العظمة اللي اسمها ستيبس، تحرك الممبرين، تحرك السائل اللي وراها اللي هو البريلينف. طب يا دكتور معلش، فين البريلينف ده وايه حكايته؟ هقول لك تعالى معايا نشوف. هنشوف ايه يا دكتور؟ هنشوف الستيبس وهي ماسكة على الفيستيبيول، وايه بتضرب على الاوفال ويندو، بتحرك الممبرين. فتعال نشوف الانر اير اللي هي اصلا كانت بتتكون من جزء بون وجواه كيس، او جواه الممبرينوس لابيرنث اللي هي القناة الممبرينوس، يعني قنوات عظم وجواها قنوات ممبرين. كان الانر اير بتتكون من جزء فيستيبولار وجزء اوديتري. الاوديتري ده قلنا اللي هو الكوكليا اللي هو السينابون، والجزء الفيستيبولار اللي هو السيمي سيركولار كانال والفيستيبيول. طب عايزين ناخد مقطع في الكوكليا، نشوف الكوكليا دي فيها ايه جوه. الكوكليا دي عبارة عن 3 قنوات او 3 سكالة، بيسموها سكالة. اولا في سكالة تمباناي اهي، وادي سكالة فيستيبيولاي اهي، وادي اللي جوه دي السكالة ميديا. سكالة تمباناي، سكالة فيستيبيولاي، سكالة ميديا، جواهم ايه؟ جواهم بيريلينف واندولينف. اولا السكالة تمباناي ده اهي فيها البيريلينف، والسكالة فيستيبيولاي فيها البيريلينف. بعض العلماء لما شرحوا بعد كده لقوا ان الكوكليا ده متوصلة مع بعضها في نقطة معينة عند الايبكس، بيلاقوا فيها ان السكالة تمباناي متوصلة مع السكالة ميديا اصلا. يعني البيريلينف اللي ماشي في السكالة تمباناي هو هو اللي ماشي في السكالة فيستيبيولاي، بس واخد دوران. شفت الطريق الدائري لما تمشي عليه الدنيا بتدور وبتلف؟ هو البيريلينف نفس الكلام، بيدور وبيلف، بيدور وبيلف في القناتين اللي هما السكالة تمباناي والسكالة فيستيبيولاي. في النص ما بينهم في السكالة ميديا. السكالة ميديا بتنفصل عنهم بإيه؟ هقول لك السكالة ميديا الأول دي فيها إيه؟ فيها الكوكليار داكت اللي اتكلمنا عنه في الهيستو بالتفصيل. الكوكليار داكت ده لما اتكلمنا عنه بالتفصيل قلنا فيه الأورجان أوف كورتي. الأورجان أوف كورتي ده هو اللي كان مسؤول عن عملية السمع. عملية السمع هو اللي كان بيوصل الطاقة الحركية لطاقة كهربية، يعني بيوصل من حركة يوصلها الامبلسز تروح للبرين، يبدأ يحللها ويعرف ان ده صوت
والودان جايبه لي اشارات صوتيه، الصوت ده بتاع فلان، والصوت ده بتاع فلان، والصوت ده بتاع علان، والصوت ده صوت قطه، والصوت ده صوت فيل. وهو ده بالظبط شغل البرين، ملناش دعوه بيه. انا عايز اتكلم عن الكوكليار دكت دي. طب ايه الحركه اللي بتحصل في الاورجان اوف كورتي ده؟ هقول لك، تعالى وركز معايا. احنا لما اتكلمنا عن الاوسيكلز قلنا الاوسيكلز بتتحرك، فالاستيبس يتحرك فيضرب على الممبرين اللي على الاوفال ويندو، عامل زي الباب لما بيخبط، يخبط على الاوفال ويندو. لما الاوفال ويندو الممبرين اللي هو مغطيه ده يتحرك، بيحرك البيريليمف. فالبيريليمف يا سيدي يتحرك في الاسكالا تمباناي والاسكالا ميديا. طب الاسكالا تمباناي والاسكالا ميديا ايه مالهم او ايه علاقتهم بالكوكليار دكت او الاسكالا ميديا؟ هقول لك، بص ركز معايا. الاسكالا تمباناي والاسكالا فيستيبيولاي مفصولين عن الاسكالا ميديا بممبرين. مفصولين عن الاسكالا ميديا بممبرين. يعني انت دلوقتي لو جبت ازازه وحطيت عليها ورقه وحركت الميه اللي جوه الازازه ده، ايه اللي هيحصل في الورقه؟ الورقه هتتحرك. فبالتالي لما الميه اللي جوه هنا تتحرك، الممبرين ده يا سيدي هيتحرك. وفي اتنين ممبرين، في ريزنرز ممبرين وفي بازلر ممبرين. ريزنرز ممبرين وبازلر ممبرين. يعني الريزنرز ده لما يتحرك هيحرك لي الاندولينف اللي موجود جوه الاسكالا ميديا، اللي موجود جوه الكوكليار دكت، هيحرك لي التكتوريال ممبرين، هيحرك لي الاورجان اوف كورتي. بالله عليك ركز تاني تاني تاني. لما البيريليمف اللي هنا يتحرك، اللي هو السائل ده يتحرك، هيحركني الريزنرز ممبرين، هيحرك لي الاندوليمف. ميه تحرك الورقه، تحرك الميه، الميه تحرك الورقه، والورقه تحرك الميه. ادي الميه اتحركت، فالريزنر ممبرين اتحرك، فالاندوليمف اللي جوه اتحرك. ادي البيريليمف اتحرك، فالاندوليمف اتحرك، فالبازيلر ممبرين اتحرك. البازيلر ممبرين اتحرك. طب ايه بقى فايدة الحركة دي؟ وايه انت عمال تقول لي يتحرك يتحرك يتحرك؟ ايه فايدة الحركة؟ الحركة دي يا سيدي هي اللي هتحرك لك الهير سيل، هي اللي هتحرك لك الاستيروسيليا اللي على الهير سيل. وحياة امي لا تركز معايا، بالله عليك يا اخي. لما الاستيروسيليا اللي فوق دي هتتحرك، هتحول الطاقة الحركية لطاقة امبلس، طاقة كهربية. أظن واضحة. ده التكتوريال ميمبرين. لما التكتوريال ميمبرين يتحرك، الاستيروسيليا اللي بتطلع وغرزة فيه ده اهي تتحرك هي كمان. بس أنا عايز أقولك على حاجة. الكتاب كاتب سطر كده في الميكانيزم، بيقول لك لما الاستيبس تتحرك انورد، تخبط على الاندولينف، الاندولينف تخبط قصدي على الاوفال ويندو، فالبيري لينف اللي وراه يتحرك. البيري لينف ده لما يتحرك، ادي تخيل مثلا ان هنا ورا هنا، احنا عرفنا بقى الاستيبس بتخبط ازاي على الاوفال ويندو على الممبرين، فالممبرين اتحرك، فالممبرين دخل جوه، ماشي. فالبيري لينف اتحرك، فالاندولينف اتحرك، فالممبرين ده اتحرك. بس بيقول لك ان هم لقوا لما يبدأ التخبيط، البازلر ممبرين ده هو بيتحرك فين؟ داونورد. داونورد يعني بينزل تحت، بينزل تحت. يعني الممبرين لما دخل جوه، البازلر ممبرين نزل تحت. طب الممبرين قصدك انهو؟ بقول لك اللي على الاوفال ويندو، لان الاتنين مربوطين ببعض، الاتنين بيتحركوا مع بعض. بص اوضحها لك اكتر. دلوقتي انا الباب خبط، اول ما الباب خبط انا عايز الشخص اللي بره ده ما يعرفش ان انا جوه، قمت ايه موطي مستخبي تحت الانتريه. اول ما وقف تخبيط، قمت انا ايه طالع فوق، طلعت فوق الانتريه، خلاص بقى مشي. البازلر ممبرين بيعمل نفس الحركة. أظن دي إيه بالبلدي بقى خالص، يعني إيه مش علمية خالص، بالبلدي، بالمثال بلدي خالص. واحد خبط وأنا مش عايزه يشوفني،
فنزلت تحت الانتريه. لما نزلت تحت ورا الانتريه كده، هو ايه خلاص كانه ما إيه؟ كان ما فيش حد جوه. لما وقف تخبيط قمت انا عادي وفتحت التلفزيون وابتديت اشوف مهامي. هو نفس الكلام كده، لما الاستيبس تخبط على الممبرين ده اهو بتضرب انوارد، فالبازلر ممبرين بيتحرك داون وورد. انما لما الاستيبس تتحرك اوت وورد، البازلر ممبرين يعمل ايه؟ يطلع يحصل له اب وورد، يحصل له اب وورد. الاب وورد لما يطلع فوق بيبدأ يغرز الاستيروسيليا بتاعته جوه التكتوريال ممبرين، يبدأوا يتحركوا، فتبدأ عملية تحويل الطاقة الحركية للطاقة الكهربية. طب ايه بقى اللي بيحصل برضه يا دكتور؟ اولا هنا بص، لما الاستيبس تضرب على الاوفال ويندو او الممبرين اللي على الاوفال ويندو، الممبرين بيخش لجوه طبيعي. انت ضربت ورقة، الورقة دي بتتضغط معاك لجوه، لما تتضغط بتحرك طبعا البيري لينف، فيضغط على الفيستيبولار ممبرين، فيضغط على الاندولينف، فيضغط على البازلر ممبرين. فبالتالي حركة الاوفال ويندو الانورد بتحرك البازلر ممبرين داونورد. انما لما الاستيبس تشيل ايديها او الفوت بليت بتاعها من على الممبرين اللي على الاوفال ويندو، الاوفال ويندو بيطلع لقدام، فالبيري لينف بيتحرك الناحية المعاكسة او بيرجع ورا، تمام؟ فما بقاش في ضغط، فلما الضغط بيخف الفيستيبولر ده بيرجع فوق تاني، فالاندولينف بيرجع فوق تاني، فالبازلر ممبرين بيبدأ يتحرك فوق. يعني هو الموضوع كله موضوع ضغط على البيري لينف. لما الاستيبس الفوت بليد بتتحرك بتضغط على الممبرين، فبيضغط على البيري لينف، بيضغط على الفيستيبولر ده، فيبدأ البازلر ممبرين يتحرك داونورد مع الانورد بتاع الاستيبس. انما لما الاستيبس بتشيل الفوت بليت بتاعها يعني تتحرك اوت وورد، فالضغط بيتشال من على الممبرين اللي على الاوفال ويندو، بيتشال من على البيري لينف، فيبدأ ده يرجع لورا، فده يرجع كمان البازلر ممبرين يرجع لورا هو كمان، او يطلع لفوق يعني يتحرك ابورد، يعني مع الانورد داونورد، انما مع الاوت وورد ابورد. ايه يا دكتور اللي انت عمال تهري فيه ده من الصبح؟ اقول لك اللي انا عمال اهري فيه ده من الصبح هو ده الميكانيزم، هو ده ميكانيزم الهيرنج، هو ده اللي بيحصل في الهيرنج. الهيرنج بيحصل بالطريقة ده. بص كده في الفيديو معايا ده، ادي الساوند ويف الموجات الصوتية ماشية عادي، دخلت على الودن او الاوريكل، ابتدت تتجمع، فدخلت في الاكسترنال اوديتوري كانال. ادي الراجل بدأ يحس ان في موجات دخلت في الاكسترنال اوديتوري كانال. بالله عليك بص للحركة ده، ادي ماشي اهو الموجات الصوتية حركت التمبانيك ممبرين، مع حركته بيحرك الاوسيكلز، بيحرك الاوسيكلز. ركز بالله عليك بقى ايه في الاوسيكلز دي. بيقولك ان في حاجة هنا اسمها امبيدنس ماتشنج. ايه يا دكتور موضوع الامبيدنس ماتشنج ده؟ طب يعني ما انا اقولك على حاجة، يعني ايه اللي انت عمال تقوله ده كله؟ طب ما احنا كنا وصلنا اصلا يعني قناة كده توصل الموجات للنيرف وخلاص، وعملنا هنا شوية اورجان اوف كورتي ولا اي شوية حاجات تستقبل الموجات الصوتية ده ووصلتها للنيرف. هقول لك على حاجة، ما كنتش هتسمع حاجة، ما كنتش هتسمع اي حاجة، كان الموضوع بالنسبة لك انتهى. فقد الاوسيكلز دي بيقلل الصوت 20 دايوبتر. انت متخيل 20 دايوبتر؟ 20 دايوبتر، هو الانسان اصلا بيسمع كام دايوبتر يا اخي؟ فانت لما تشيل دي هتقل 20 دايوبتر، ولما تشيل البيري لينف والاندو لينف بالكوكليا دي بقى خلاص الموضوع انتهى، الموضوع انتهى خالص.
طب يا دكتور معلش، ايه الموضوع الامبيدنس ماتشنج ده، وايه موضوع 20 دايوبتر؟ انت عمال تقول لي لما اشيل الاوسكل ايه تقل 20 دايوبتر، ايه يا عم اللي انت عمال تقوله ده؟ هقول لك بصراحة ان انا دلوقتي لو عندي ورقة كبيرة قوي، ورقة كبيرة قوي صفحة، وجبت ورقة تانية صغيرة خالص ووصلت الاتنين ببعض، لما حرك الورقة الكبيرة حركتها هتبقى زي حركتها في الورقة الصغيرة؟ هل الحركة هتوصل للورقة الصغيرة زي ما وصلت على الكبيرة؟ هل الضغط على الورقة الكبيرة زي الورقة الصغيرة؟ ايه يا عم اللي انت عمال تقوله ده؟ يا عم الله يرضى عليك، اهدى بس عليا. هقولك تعالى مثال تاني، لو انا دلوقتي جبت واحد قد الباب، راجل كبير قوي يعني ضخم، حاجة ضخمة كده، وحركته، وجبت واحد صغير خالص يعني واحد بقى ايه يعني ضعيف قوي وقصير قوي ورفيع قوي، وحركته نفس الحركة اللي انا حركتها للكبير، هل ده زي ده؟ هقولك لا، البريشر اللي على الكبير اقل بكتير من البريشر اللي على الصغير، الضغط اللي على الكبير غير الضغط على الصغير. ليه؟ لان في فرق في الحجم. طب انا دلوقتي يا دكتور لو حطيت الاتنين ورا بعض، جبت الراجل الكبير ده اهو وجبت الراجل الصغير ووصلت ما بينهم، مثلا حطيت ما بينهم ماسورة او مقشة، حطيت الاتنين ما بينهم كده ايه مقشة، وجيت انا حركت الراجل الكبير، مين اللي هيقع؟ الصغير. ليه؟ لأن الضغط في فرق بين الكبير والصغير، الكبير ده هيتحرك فبالتالي الحركة هتوصل للصغير بنفس الحركة بل وأكبر. أكبر ليه؟ لأن الكبير كمان ساعد في الحركة، في نقل الحركة وفي زيادة قوتها. إيه يا عم اللي أنت عمال تقوله ده؟ وصغير إيه وكبير إيه؟ وراجل كبير ايه وراجل صغير ايه وحجم ايه؟ ايه يا عم اللي انت عمال تقوله ده؟ اقول لك تعال بص يا سيدي، ادي التمبانيك ميمبرين، ادي الراجل الكبير الضخم، وادي العظم اللي موصل اهو اللي انا حاطه ما بينهم، وادي الاوفال ويندو يا عيني اللي هو الراجل الصغير الضعيف اللي متغطي بميمبرين ضعيف خالص. انا دلوقتي دخلت الويف هنا، فالتمبانيك ميمبرين اتحرك، بدأت القوة ده توصل للصغير يا عيني، ايه اللي هيحصل؟ اكيد الصغير ده هيتحرك حركة اكبر من حركة الكبير. ده غير كمان ان انا عملت حركة، ايه الحركة اللي انا عملتها ده؟ حركة كده عاملة زي خدعة سحر، انا خليت العظم اللي جوه ده هو يزود القوة من عنده، يعني انا هنا حركت بقوة خليت كمان ان العظم ده يزود القوة، يزود النقل، يزود الفايبريشن، خليت المقشة بتنقل حركة اكبر من اللي انا اصلا ضربتها للراجل الكبير، فبالتالي الصغير ده هو هيتحرك حركة كبيرة قوي. هو ده الامبيدنس ماتشنج، الحركة بتتنقل من الكبير للصغير. طب ايه يا دكتور موضوع الكبير للصغير ده؟ هقولك بصراحة، لما الحركة يبقى فيها مقاومة بتزيد قوتها، كل ما بزود المقاومة كل ما بتزيد قوة الحركة، يعني دي هنا في مقاومة بس ايه صغيرة، هنا في مقاومة ابتدت المقاومة تكبر، هنا في مقاومة تكبر تكبر، بعد كده لحد ما وصلت للصغير خالص المقاومة ابتدأت تكبر قوي. فهيقولك ان الامبيدنس ماتشنج ده هو انا دلوقتي عمال اكبر في المقاومة، عمال اقاوم الموجات الصوتية والحركة دي، الحركة اللي عمالة تحصل دي انا بحاول اقاومها، المقاومة دي بتزود بشكل كبير قوي في قوة الحركة وبتوصل الصوت اكبر واكبر واكبر، فلما انقل من التمبانيك ميمبرين ده اللي هو مساحة سطحه 55 للأوفال ويندو اللي هو مساحة سطحه 3.2، أبقى أنا كبرت
20 مرة، لأن ده اللي هو التمبانيك ممبرين أكبر من الأوفال ويندو 20 مرة. ده غير إن الميليوس ده أكبر من الإنكس 1.5 مرة، يعني 3 لـ2، يعني بكبر 1.5 مرة. أنا جبتلك الموضوع بالبلدي خالص عشان يوصل أكتر وأكتر، يعني بلاش، يعني أنا اتكلمت بأسلوب بلدي عشان يوصل، بلاش الأسلوب العلمي عشان إيه نربط الدنيا بس كده ببعضها. فبيقولك إن الأوسيكل دي بتتحرك كليفر أكشن، يعني بترفع أو بتكبر أو بتزود. الأوسيكلز ده هي السبب أصلا في إن الموجات الصوتية أو الفايبريشن اتنقل من التمبانيك ممبرين للأوفال ويندو، وهي السبب في إن الموضوع كبر. دلوقتي لما أدق على على ممبرين بهوا غير لما أدق بعظم. بعد كده بيبدأ اللي ورا بقى، الجزء اللي ورا اللي هو البيريلينف يتحرك، فيحرك الإندولينف ويحرك الممبرين، وتبدأ عملية السمع أو عملية الأورجن أوف كورتي. الأورجن أوف كورتي ده بقى فين يا دكتور؟ زي ما قلت لك إن هو موجود في الكوكليار داكت في الاسكالا ميديا. افتح لي الكوكليا دي، الكوكليا اهي، كوكليا قدامك، كوكليا مفتوحة. بص هو هنا في الفيديو جاب لك ادي الكوكليا، وادي النرف طالع منها اهو، وادي السيمي سيركولار كانال والفيستيبيول، ادي الفيستيبيول اهو، وادي الكوكليا لا لفة لفتين ونص حوالين الموديولوس. افتح لي الكوكليا دي تاني تاني وقرب. اولا فيها قنوات لفة حوالين بعضها، قلنا الاسكالا فيستيبيولاي اللي مفصولة بالريزنرز ممبرين عن السكالا ميديا، وادي السكالا تمباناي، والاتنين دول فيهم بيري ليمف، فيهم بيري ليمف. البيري ليمف ده قلنا ان هو لما بيتحرك بيبدأ يحرك الممبرين اللي هو الريزنرز، فيحرك الاندو ليمف اللي موجود جوه السكالا ميديا، فيحرك البازلر ممبرين، فيحرك الاورجن اوف كورتي. الاورجن اوف كورتي ده عليه حاجة اسمها تكتوريال ميمبرين، ادي التكتوريال ميمبرين، اعمل لي زوم، ادي التكتوريال ميمبرين، وادي البازلر ميمبرين، ودي الهير سيلز اللي هي اصلا مسؤولة عن نقل الطاقة الحركية لطاقة كهربية. اولا انت لما البيري ليمف والاندو ليمف يتحركم يبدأ الحركة جوه، فيبدأ البازلر ميمبرين يتحرك والتكتوريال ميمبرين يتحرك. اولا زي مثلا ان انت جبت اورجن اوف كورتي وحطيت عليه ورقة وحطيت تحتيه ورقة، الورقة اللي تحت اللي هو ساند عليها بتتحرك، والورقة اللي فوق برضه بتتحرك. هيعرفك هيقولك ان دي انر هير سيل، وادي الاوتر هير سيل، وادي الافرنت فايبر اللي بيتنقل فيها الامبلسز اللي بتتنقل فيها الاشارات اللي رايحة للمخ. خلص يا عم الحاج، قولي بقى ايه اللي بيحصل، قولي الهير سيل دي اصلا فيها ايه. اولا الهير سيل دي عليها استيريوسيليا، الاستيريوسيليا ده بينها وبين بعضها فتحات، او بينها وبين بعضها تيب لينكس، حاجات بتوصلها بينها وبين بعضها. الكلام ده ادفانسد مش موجود في الكتاب. الفتحات دي لما الاستيريوسيليا دي تبدأ تتحرك، تبدأ الفتحات دي تفتح، فتدخل شوية بوتاسيوم عشان يساعد في عملية الاكشن بوتنشال، فيساعد في عملية نقل الامبولسز او تحويل الطاقة الحركية لطاقة كهربية. طب ما علينا يا دكتور من الموضوع ده، قولي. هقولك سيبك من التيب لينكس دي وهاتلي الموضوع من الاول، ازاي الصوت بيوصل للكوكلي. بص يا سيدي، التمبانيك ممبرين ده ايه اللي حاصل فيه؟ بيتحرك لان الصوت دخل. الصوت لما دخل ادي التمبانيك ممبرين بيتحرك، وادي الاوفال ويندو، وادي الاستيبس. بص التمبانيك ممبرين بيتحرك،
ميليس بتتحرك، الانكس بتتحرك، الاستيبس بتتحرك تاني، اتحرك حرك 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 حرك، وصلت فين؟ لحد الاوفال ويندو الممبرين بتاعها، وادي الراوند ويندو. الراوند ويندو، طب لو سمحت يا دكتور دخلني جوه الكوكليا بقى. شايف ايه اللي بيحصل جوه الكوكليا؟ ده البيريليمف بيتحرك. شايف البيريليمف لما بيتحرك بيحرك الاندوليمف وبيحرك البازلر ممبرين، تبدأ نقل الإشارات. وضح أكتر يا دكتور. هقولك كل اللي احنا شرحناه ده هنشرحه تاني. بص اللي بيحصل، شايف البازلر ممبرين عمال يلعب ازاي؟ ركز بالله عليك على البازلر ممبرين ده، في الريستنج بوزيشن ده البازلر ممبرين ثابت ساكن، مفهوش أي مشاكل، مفهوش أي حركة. خبط بره بقى، لما تخبط بره بالاستيبس على الأوفال ويندو على الممبرين، حرك البيريليمف، حرك الإندوليمف، فبدأ البازلر ممبرين ده يبدأ يتحرك، وكمان مع حركة البيريليمف والإندوليمف. بص أدي طالع فوق نزل تحت، وفضل بقى على الموضوع ده، حبة فوق حبة فوق، حبة تحت حبة تحت، حبة فوق حبة فوق، حبة تحت حبة تحت، حبة فوق وحبة تحت، حبة فوق وحبة تحت. كل ده ايه اللي بيحصل؟ الاستيبس عمالة تخبط خبطة وترجع لورا، تخبط خبطة وترجع لورا، تخبط خبطة وترجع لورا. الاستيبس بتخبط على ايه؟ على الاوفال ويندو، على الممبرين اللي موجودة على الاوفال ويندو، تخبط خبطة ترجع لورا، تخبط خبطة وترجع لورا. فالبيزلر ممبرين ده حبة فوق وحبة تحت، حبة فوق وحبة تحت، حبة فوق وحبة تحت، وهو ده السطر اللي فيه لخبطة، ان دي لما تتحرك ده بيتحرك. فالتكتوريال ممبرين ده هو كمان بيتحرك، فلما التكتوريال ممبرين يتحرك يبدأ يحرك الاستيريوسيليا، اللي هي اصلا كان عليها مادة كنا قايلين عليها في الاول في حصة الهيستو ان المادة دي تقيلة، فلما تجيب حاجة تقيلة تحطها على شعرك، شعرك بيبدأ المادة دي تتقله، فممكن يتحرك يتقل، يروح يمين شوية فيثبت شوية، يروح شمال شوية فيثبت شوية. الولاد عارفين الموضوع ده كويس، الناس اللي شعرها خفيف بتجيب كريم خفيف، لو جابت كريم تقيل في كتل يتقل الشعر، يخلي الشعر يقع ينام يتحرك. ستيريوسيليا نفس الكلام، تتحرك وتتحرك تاني، تتحرك وتتحرك تاني. بيقولك لما تتحرك على ناحية الكاينوسيليا يبدأ يخش الايه؟ البوتاسيوم اللي هو الكي، فالكي لما يخش يبدأ يتفاعل ويدخل معاه شوية كالسيوم، فيبدأ يعمل ديبولاريزيشن، وهو الديبولاريزيشن ايه غير شوية كالسيوم وبوتاسيوم، فيبدأ نقل الطاقة الحركية لطاقة كهربية، وهو ده فعلا اللي حصل. أظن الفيديو موضح كل حاجة. بص بقى بعد كده تبدأ الامبلسز دي تتحرك عادي خالص في النيرف وتروح للبرين. فنجيب بقى الكتاب، نشوف الكتاب ايه نظامه بقى. اولا في الكتاب بيقولك الاير هيستولوجي، وقسمنا الاير لاكسترنال وميدل وانترنال، واظن الموضوع ده او الانر، واظن الموضوع ده مفروغ منه في الاناتومي وعدناه 100 مره. الاوراكل كانت بتتكون من الاستيك كارتليج، الالاستيك كارتليج ده بيفرق عن الهيالاين في انه لونه اصفر لان فيه الاستين او الاستيك فايبرز، ودي اللي كانت بتديله اللون الاصفر اللي هو اللون اليلو. فبالتالي الاوريكل ده اهي سبحان الله، موضوع الالاستيك فايبرز دي بتحاول تحافظ عليها شوية من الديجينيريشن، من عملية التحلل، وكمان بتخليها طرية، يعني بتخليها مش ناشفة مش ثابتة في مكانها، لا بتخليها تروح وتيجي معاك. اماكنها قلنا كمية حرف ايه، كلها بتبدأ بحرف الاي،
لان اسمه إيلاستيك، بيبدأ بالإي برضه. تمام. طب الحلمنتيشي بقى، إي مع إي، اكسترنال اوديتوري كانال واوستيكيان تيوب والإبيجلوتس اللي هو لسان المزمار، وبعض الكارتليج اللي موجودة في اللاركس او في الحنجرة. كان بيتكون من بيريكوندريوم فوق، والبيريكوندريوم ده يا سيدي هو اللي كان فيه البلاد فيزل اللي بتنقل الغذاء للكارتليج او الغضروف اللي تحت، وكان فيه تحتيها مع البيريكوندريوم مع الفايبرز والبلاد فيزلز دي كان فيه الكوندروبلاست اللي هي بتكبر تكبر فتدي الكوندروسايت اللي عايمة في الماتريكس، اللي عايم في الماتريكس كوندروسايت مع شوية إلاستيك فايبرز اللي احنا لسه جايبين سيرتها اللي هي بتدي اللون الأصفر، وكمان بتحافظ على الأوريكل من الديجينيريشن، وتحت البريكوندريوم برضو. واتكلمنا عن الاكوستيرنال اوديتوري ميتس، وقلنا ان فيها جزء اللي بره كارتليجينوس والجزء اللي جوه بوني. الكارتليجينوس كان فيه هير فوليكل سبحان الله، وكان فيه السبيشيس جلاند، وكان فيه السويت جلاند اللي كانوا اصلا بيفرزوا الواكس، كانوا بيفرزوا الواكس اللي هو شمع الاذن، والهير كان في الفسيولوجي كان بيمنع دخول الفورين بوديز، والواكس ده كان بيساعد في عملية البكتيريوسايدال، وكان بيساعد في الفانجيسايدال قتل البكتيريا والفطريات. والحقيقة الواكس ده مفيد جدا، لأنه كمان كان بيعمل عملية للتمبانيك ممبرين والسكين اللي موجود جوه الاكسترنال اير، فقلنا الواكس ده مفيد مش مضر. وجبنا سيرة الاير درام اللي هي التمبانيك ممبرين أو طبلة الأذن، وقلنا إن هي من بره السيرفس بتاعها من بره اللي هو مواجه للقناة اللي هي external auditory meatus كان skin، ومن جوه مع الميدل اير كان simple cuboidal epithelium زي الميدل اير. بين الاتنين يا سيدي كان في شوية fibrous tissue، كولاجين على elastic fiber على fibroblast، وكنا قايلين ان الحاجات ده هي في البارس تنسى مش موجودة في البارس فلازيد. لو فاكر من الاناتومي احنا بنجمع بنربط، وقلنا التمبانيك كافيتي اللي هو الميدل اير كانت بتتصل بالماستويد وبتتصل بالاوستيكيان تيوب اللي هي رايحه في النيزوفاركس، وقلنا الاوستيكيان تيوب ده هي كانت وظيفتها ان هي تعادل الضغط على جانبي التمبانيك ممبرين، يعني بتدخل هواء في الميدل اير وبتطلع الهواء من الميدل اير. انا ماشي بالراحه خالص، انا ماشي بالراحه خالص، براجع بالراحه خالص، وبربط الدنيا بالراحه خالص. الميدل اير كانت بتفتح في الاوستيكيان تيوب على النيزوفاركس كانها ماسوره صرف، ماسوره صرف صحي، وقلنا ان الاوستيكيان تيوب دي وظيفتها انها بتعدل الضغط، تدخل هواء وتطلع هواء، وكان فيها بوني بارت وكارتليجينوس بارت. من اول البوني بارت كان سيمبل كولامنر، بعد كده تقرب شويه من النيزوفاركس يبدا يتحول لسيليتد سودو ستراتيفايد كولامنر، بعد كده تبدا تظهر شويه جوبلت سيلز عشان تخرج ميوكس، وانت جاي بقى وانت نازل على النيزوفاركس وعلى المناخير وعلى الليله بتاعت الفاركس دي، ودي اللي هناخدها بالتفصيل في النوز وفي اللاركس والثروت. اتكلمنا بعديها عن الانر اير، وقلنا ان الانر اير كان فيها جزء بون وكان فيها جزء ممبرينس، الممبرينس ده كان جوه البون، فالبون بيتكون او بيكون الكوكليا حوالين الموديولوس، وده العادي يا دكتورة ده اللي انت قلته في الاناتومي خلاص. والفيستيبيول قلنا ان هي كان فيها اتنين ساك يوتريكل وساكيول جواها على طول شنطتين، كان الشنطتين دول بيشيلوا حاجة اسمها ماكولا. الماكولا ده كان فيها هير سيل، بس هنا الهير سيل بتبدأ تنقل الفايبريشن، ووظيفتها الصراحة ميكانو ريسبتور سيل، وظيفتها في الموضوع كله ان هي كانت بتساهم في عملية الاتزان مش عملية السمع. الكوكليا والأورجان اوف كورتي كنا قايلين من شوية عملية السمع، انما هنا عملية الاتزان. وكان البوني سيمي سيركولار كانال جواهم ايه، جواهم الممبرينس لابيرنس،
الممبرينس لابيرنس ده اللي كان فيه بقى كل حاجة، كان فيه اللي من جوه الفيستيبيول اليوتريكل والساكيول اللي كان فيهم اندوليمف. احنا قلنا جوه الممبرينس اندوليمف وبره الممبرينس ده بيريليمف، وكان الممبرينس اصلا جوه البيريليمف عايم جواه وكان متربط بكونكتيف تيشو في العظم. خلاص كل ده كان اتشرح اصلا في الاناتومي، وجابهولك تاني وعدهولك هنا هيقولك ان الممبرينس ده جوه البون وجوه البيريليمف وممسوك بشوية كونكتيف تيشو ستراند، شوية خيوط من الكونكتيف تيشو. بعد كده بدأ يكلمك بقى عن الاستراكشر بتاع الماكولا ده اللي هو كان اصلا هير سيل، وعرفنا الهير سيل دي عبارة عن ايه، وبعد كده سبورتنج سيل واوتوليثيك ميمبرين. الاوتوليثيك ميمبرين ده اللي احنا جبنا سيرته من شوية يا دكتور، اللي كان هو شوية حاجات تقيلة بتفرز حاجات اسمها اوتوليثز اللي هي كانت تقيلة، ترسبات تقيلة من الكالسيوم. الكالسيوم يا سيدي تقيل، فلما تحط حاجة تقيلة على الشعرة تساهم في عملية ان الشعرة تروح وتيجي تروح وتيجي، الشعرة من هنا ضعيفة وعليها حاجة ناشفة من فوق، فالشعرة تروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي. خدت بالك بقى يا سيدي فكرة الاوتوليثيك ممبرين ده؟ والاوتوليثيز هو ده موضوع الحاجة التقيلة على الشعراية، فالشعراية تروح وتيجي، وده اللي اتكلمنا عليه برضو في الاورجان اوف كورتي. كلمك بعد كده عن السيمي سيركولار دكت اللي هي رقم بي او رقم 2، وكان فيها حاجة اسمها كريستا امبيولاريس. بعد كده اكلمك عن الكوكليار دكت بقى، وهي دي اللي كان فيها الكلام كله، كان فيها الاورجان اوف كورتي، ودي اللي كانت مسؤولة عن عملية السمع. وزي ما قلت لك ان هو هيقول لك ان الاورجان اوف كورتي ده هو قاعد على البازلر ممبرين اللي هو الفلور الارضية بتاعته. وشوفنا البازلر ميمبرين اللي كان بيتحرك فوق وتحت، كان بيتحرك فوق وتحت مع حركة الفوت بليد بتاعت الاستيبس على ايه، على الاوفال ويندو. ليه؟ لان بتحرك البيري ليمف. ليه؟ لان بتحرك الاندو ليمف. فالسائل لما يتحرك البازلر ميمبرين يتحرك، في حرك الاورجان اوف كورتي، في حركة التكتوريال ميمبرين. ادي التكتوريال ميمبرين، شفت بقى انا بربط الدنيا ببعضها ازاي، ربطنا الفيسيولوجي مع الهيستولوجي. وقال لك بعد كده ان الروف بيتكون من الفيستيبولار ميمبرين اللي هو اللي احنا قلنا عليه الريزنرز ميمبرين اللي كان بيفصلها عن الاسكالا فيستيبولاي. والحقيقه ان لقوا ان الاوتر ميمبرين بتاعه في حاجه اسمها سترايا فاسكولاريس. الابيثيليوم عموما في الجسم افاسكولار، وانت درست ان هو افاسكولار، فهنا انا بقول لك ان الابيثيليوم اللي في السترايا فاسكولاريس اللي هو في الاوتر سيرفيس ده فاسكولار، في شوية بلاد فيزلز، في شوية بلاد فيزل وبلاد كابيلارز. ليه؟ عشان تتصنع الاندولينف اللي جوه ده اللي هو كان مليء بالبوتاسيوم. عشان تجيب بوتاسيوم من الدم لازم يبقى فيه دم ماشي هنا، فيبدأ يطلع لك بوتاسيوم ويحرك لك الدم عشان تصنع الاندولينف اللي هو السائل اللي بيساعد في عملية الحركة. بعد كده اكلمك عن الاورجان اوف كورتي، وقال لك ان هي عباره عن هير سيلز. الهير سيلز دي فيها انر واوتر. الاوتر دي كانت عباره عن 3 رو، 3 صفوف او 5 صفوف، والانر كانت صف واحد، ولسه شايفينها حالا ان هي بتتحرك وحواليها من فوق عليها من فوق الاستيريو سيليا. ادي الاستيريو سيليا، وادي الانر هير سيل، وادي الاوتر هير سيل، ومن تحت من تحت ليها قاعدة كده بتطلع الامبلس. انما هنا في الانر هير سيل ليها شوية قواعد بتاخد الامبلس، وفي طبعا سبورتنج سيل بتدعم السيلز اللي هي الهير سيلز دي، وفي اوتر وانر بيلر سيل اللي هي كانت عاملة زي الحبل ومن جواها تونل، من جواها نفق، وكان في البوردر سيلز، وكان في الهينسنز سيل، وكان قلنا جبنا سيرة التكتوريال ممبرين اللي هو كان لما بيتحرك بيعمل كونتاكت مع الاستيريو سيليا بتاعت الهير سيل فيحركها هي كمان، فتبدأ تحول الطاقة الميكانيكية الحركية لطاقة كهربية على هيئة امبلسز. بعد كده اتكلمنا في الفانكشن، وده لسه في الفيديوهات
جايبينه بالتفصيل، فتعال نشوف اللي في الكتاب. اولا كلمك عن الفانكشن او الوظيفه بتاعه الاير بينا، الاوراكل. الاوراكل وظيفتها مش معروفه في الانسان قوي، مش انسرتن قوي، موجوده في شويه حيوانات بيحركوا ودنهم ناحيه الصوت. انما الميتس قلنا ان الميتس دي عباره عن انبوبه ضيقه فبتكبر الصوت شويه. الانبوبه الضيقه دي فيها شويه شعر بتمسك في الفورين بادي، فيها اير واكس بيشتغل كلوبريكانت بينعم ويطري ويرطب السكن اللي موجود جوه على التمبانيك ممبرين وعلى الاكسترنال اوديتوري ميتس. بعد كده التمبانيك ممبرين ده كون شيب، كان ليه ايبكس وكان ليه امبو. فاكر الامبو؟ كنا قايلين من الامبلايكس. بعد كده قالك ان هو 1 سنتيمتر في الديامتر وواحد من 10 مليمتر في السيكنس. وبعد كده قالك ان هو مساحة سطحه 55. قلت لك حط دي في قلبك، حط دي في قلبك، لان الصوت لما يوصل او الفايبريشن لما توصل من حاجة كبيرة قوي لحاجة صغيرة قوي كانت بتكبر. يعني التمبانيك ممبرين كان اكبر من الاوفال ويندو، الممبرين اللي على الاوفال ويندو 22 مره، فده بيكبر الصوت. التمبانيك ممبرين كان وظيفته ان هو الريزونيتور، كان هو اللي بيحرك اللي وراه، بيحرك الاوسيكلز اللي وراه بسبب حركته هو. حركته هو ليه؟ لان الموجات الصوتيه بتحركه. كان فيري سنسيتيف طبعا للساوند ويف، اي ساوند ويف حتى لو زنت ناموسه بتحركه. وكان الحقيقة لما بيتحرك الأوسيكلز اللي وراه بتتحرك، فيحرك الممبرين اللي على الأوفال ويندو، فالبيري لينف يتحرك، فالإندو لينف يتحرك، البازلر ممبرين بيتحرك معاهم، التكتوريال ممبرين يتحرك، الستيروسيليا تتحرك، الهير سيلز تبدأ تاخد الطاقة الحركية لطاقة إمبالس. دي تقريبا سابع أو تامن مرة أقول لك الميكانيزم من بره لجوه. الحقيقة إن لقوا إن التمبانيك ممبرين ده لما بيوقف الحركة نتيجة ان مفيش موجات صوتية داخلة، التمبانيك ممبرين بيقف، فالاوسيكل بتقف، فكل اللي وراهم بيقف خلاص، الدنيا كلها بتقف، فانت ما بتسمعش لان الصوت انقطع. فحركة التمبانيك ممبرين انقطعت، فحركة الاوسيكل انقطعت، فكل اللي وراه على طول ما عادش بيتحرك، وقف، لان المحرك الاساسي التمبانيك ممبرين، والتمبانيك ممبرين وقف. بعد كده اكلمك عن الفانكشن بتاعت الاوسيكل، ان هي بتوصل الفايبريشن دي للبيري لينف. البيري لينف اللي فين؟ اللي ورا الاوفال ويندو. اظن كل ده اتشرح من شويه واتفصل، هقوله لك تاني. الامبيدنس دي بتعني المقاومه او الاوبستراكشن والاوبوزيشن في الممر بتاع الصوت، الاوبستراكشن والاوبوزيشن بتاع الباسج اوف ساوند ويف اللي بيعوق موجات الصوتيه من الدخول للانر اير. ده غير ان الفلويد كمان بيوفر امبيدنس، يعني حركة الصوت في الهواء غير حركة الصوت في المية، لما تتكلم في الهواء غير لما تتكلم في المية، تمام؟ فحركة الصوت في المية بتوفر برضو مقاومة وامبيدنس. الامبيدنس ماتشنج بتمين اللي انا قلته ده. طب انت بتحققها ازاي؟ بحققها اولا بان التمبانيك ممبرين كبير والاوفال ويندو صغير، فبوصل الصوت من حاجة كبيرة لحاجة صغيرة، اكيد بيلاقي مقاومة لان ده اكبر من ده 20 مرة. ده غير ان الاوسيكلز دي المشيان في العظم ليه مقاومة اكيد، يعني ده حركة في العظم، انت بتحرك عظم، فدي مقاومة، فبيشتغل كليفر سيستم بينقل وبيكبر. ده غير اصلا ان الميليس اكبر من الانكس 3.2، يعني 1.5 تايم، يعني اكبر من الانكس 1.5 مرة، فده بيزود برضو، انت بتنقل من كبير لصغير، ففي مقاومة، ففي كبر او كبر في الفايبريشن في الاهتزازات. الكبير لما يتهز غير لما الصغير يتهز، الكبير لما يتهز غير لما الصغير يتهز، الراجل الضخم لما يتهز غير لما الصغير يتهز. السيرفيس اريا بتاعت الممبرين والليفر اكشن بتاع البون هو ده اللي بيكبر او بيكبر الموجات او بيكبر الفايبريشن وبيكبر الساوند حوالي 22 مرة. طب انت لو شلت الاوسكلز دي هتقلله 20 دايبتر، هتقلل الصوت
او السنسيتيفيتي او الاحساس بالسمع هتقلل السمع 20 دايوبتر، هتقلل السمع 20 دايوبتر، هتقلل السمع 20 دايوبتر. انا دلوقتي لو شلت الاوسيكلز هتقلل السمع 20 دايوبتر. في عمليات بنشيل الاوسيكلز دي، لما تعمل العملية هتقول للراجل قبلها لو سمحت السمع بتاعك هيقل 20 دايوبتر، هيقولك وانا عندي كام، انا بسمع كام دايوبتر يا عم وانت، قول له معلش هي دي العملية. طبعا احنا ما بنعملش حاجة زي دي الا لو كانت انفيزيف قوي بقى، يعني كان الموضوع خطير قوي والدنيا انفيزيف لدرجة ان انا خلاص انا داخل اشيل الميدل اير. عارف قرار زي ده قرار صعب وقرار تقيل وعايز حالة كبيرة قوي. يعني الاوستيكين تيوب اتكلمنا فيها وقلنا ان هي بتعدل البريشر، اظن ما فيهاش اي حاجة، يعني الاوستيكين تيوب سهلة. يعني الميكانيزم وده اللي لسه شارحينه في الفيديو، في الفيديوهات. نقول تاني الحاجات اللي هي كانت رخمة في الكتاب، قلنا ان الموفمنت بتاعت الاستيبس انورد بتحرك البازلر ممبرين داون وورد، ولما تتحرك اوت وورد بتحرك البازلر ممبرين اب وورد، نتيجة طبعا لحركة البيري لينف والاندولينف. فالصوت بيسافر من الاكسترنال اوديتوري ميتس، يخبط في التمبانيك ممبرين، يعمل اهتزازات او يعمل فايبريشن توصل الاهتزازات ده للاوسيكلز، فالاوسيكلز توصل وتكبر الاهتزازات لحد ما تخبط على الاوفال ويندو على الممبرين اللي عليه، فيبدأ الأوفال ويندو لما يتحرك فيوصل الاهتزازات ده للبيري لينف، بعد كده توصل للإندو لينف طبعا من خلال السكالا فيستيبيولاي والسكالا ميديا ومن خلال التو ممبرين اللي موجودين جوه. بيقولك إن البيري لينف لما بيتحرك بيحرك البازلر الفيستيبيولار ممبرين فيحرك الإندو لينف جوه السكالا ميديا، جوه السكالا ميديا. بعد كده قال لك الميكانيزم بتاع الهيرسل التكتوريال ميمبرين لما يتحرك يحرك الاستيروسيليا، وبعد كده بيحرك او يفتح الميكانو سنسيتيف كي تشانل تدخل بوتاسيوم، فالبوتاسيوم يطلع او يدخل الكالسيوم فيعمل ديبولاريزيشن يطلع كيميكال ترانسميتر اللي هي اسمها جلوتاميت واسبارتيت. عايز اقولك على حاجة تانية في موضوع الانورد والداونورد والابورد ده،